يا ابو شريك قل لي خيو، عرفت لك على وحده ارمله؟ ايه يا الامم معلمين هدول ارامل يا زلمه تعبانات ولا مضروبين اغلبهم ولا ما هيك؟ إيه؟ انا هيك بقول يا زلمه والله العظيم، يعني مثل ما بقول لك هذا شو اسمه، يعني مثل ما بقول لك المثل، لو فيه خير ما برمي الطير، ما هيك؟ هذا حكينا. بتعرف ابو شريك واحد طبق له ارمله ايش كل حياته بتقضي معه يومين بتمل منه بتغيره لأم أرامل كتار فوق ما تسوى لك أصل الأرامل بس للبسط معلم فلتانات يا أخي أنا سألتك سؤال جاوبي الصراحة أجاوبك قل لي تتجوز أرملة إذا عجبتك لك أنا أخذ أرملة لك أبو شريك أعمل لك الأرامل صيحات يا زلمة بس عبلي تاخذ أرملة مجنون شي أنت مجنون في شي مخك يا زلمة هلا أنت وياه بكل حالكم تبركوا تحكوا على بنات الناس هيك لا عم نحكي لك الواقع مين ولا عم نحكي عليه شو هذا الواقع يعني هلا البنت الصبية ما هي مثل الأرملة يعني الأرملة إذا اتطلقت معناها صارت فلتانة لا بشرفك عم بتقارن بنت الصبية بأرملة شو بك متجوز يا أبو شريك خلص يعني من هون لهون شو بك يعني الأرملة فلتانة خبرة يا أمي أنت ويا ركزوا معي يعني إذا البنت ترملت مو زنبة مو بإيدها بتطلع فلتانة ليش ترملت فهموا له ليش ده تترمل ليش مو من وراء أكيد من وراء عامل لها خاينة جوزة يعني مين يا أبو شريك بدها اثنين نحكي فيها ليش تحكم على الكل ليش حط برأتك الله سؤال لا تسألني قبل ما أنت تسألني أنا بدي أسألك قبل شو أنت لا سمح الله بكرة أبوك طلق أمك فلتانة أمك أبوي ما بطلق أمي يا أخي أنا ما قلت لك بطلق أنا عم بقول لك نفترض تخيل الموقف تخيل صار جد شو ليه سكتت ليه سكتت جاوبني فلتانة بتصير أمك الله دمش دخل بالفيلم كله وبين الأرامل وهذا الموضوع ها يعني أمك بني آدمة وأمك مرأة أما نسوان العالم فلتانين هيك أنت كمان نفس الشيء معقولة أنتو كيف هيك من عندكم انتو كيف اصلا تسخوا او ضميركم بسمع لكم تحكوا عن نسوان العالم المرأة اللي ترملت مو زنبة شو عرفك اذا ما كان جوزها واحد فلتان شو عرفك اذا كان ما معيشها حياة مناسب إلها ليش تظلموها هي بإيدها ترملت هي قالت انا بدي اترمل هي طلبت نصيب بالاول والاخر هي اسمي ونصيب رب العالمين كتب لها هيك بجوز هذا الشخص اللي اخذته مو مخلوقه من ضلعه لحتى ترملت لك محمد مكفي ولوك ما راح اطول فيكم على الحيطان كله شغل شيطان شوف انا ما راح اطول حديث معكم هن كلمتين بنات الناس اعتبرون بناتكم لانه مو كل مين بيكون فلتان هي ترملت لانه مو بايدها والبنت المرمله مو ذنبها بهالمجتمع الحقير تعتبر فلتانة بالأول والآخر هي بشر بتحس عند ضمير ممكن تكون عم تدور على شخص تاني يناسبها يعيشها بالحنان تعيش حياتها مثل أي بنت تانية لهيك بعمركم لا تجرحوا ولا تحكوا على بنات الناس بالعاطل لأنه أنتو كمان عندكم بنات وعندكم نسوان وعندكم حريم حكي معكم ما بيفيد له يقعد ورا يقعد تعرف جد كلامه فيه وجهة نظر لك شو ما بتعرف يا زلمة أنا وجهة نظري ما بغيرها أنا غيرت وجهة نظري كلها والله بسمع كلامه عم نظلم العالم ليش نرتكب المعاصي نحن بس هيك عم نحكي يا زلمة بالكلام بس بسم الله ونعم الله الله يستر علينا وعلى كل بنات أمة محمد